صباح الخير. اليوم بعيدا عن السياسة والجلسات الرئاسية، الحدث بالشعر والأدب. من الخيام إلى بيروت انتهت رحلة شاعر الحياة محمد العبد الله، يلي كتب المرارة، الحب، التمرد والسخرية. رحل الشاعر محمد العبد الله تارك خلفه صرخة بوجه المدينة يلي تحولت إلى بابل من الدم والدموع. ابن الخيام عشق بيروت بحثا عن الكتابة والحرية والحداثة. نقل بألمه سخرية الناس من السلطة وقصائده حملت نبض المدينة. بوفاته خسرنا شاعر لين وصلب، مشاكس وحالم ومتمسك بالأمل. كتب الشاعر محمد العبد الله الشعر المحكي بالفصحى، وقصائده تحولت إلى أغنيات وأناشيد بصوت مارسيل خليفة، أميمة الخليل، أحمد قعبور، سامي حواط، جاهدة وهبي وغيرهم. بين الوجع والضحك المريرة غادرنا محمد العبد الله. من أسرة أخبار الصباح منتقدم بأحر التعازي من أسرة الراحل ومن الجسم الأدبي والشعري. تحية لروح محمد العبد الله بهالتقرير، ومن بعده رح يكون عندنا حديث مطول مع الشاعر شوقي بزيع اللي هو ضيفنا اليوم لنحكي عن الأسف، يعني للأسف عن رحيل شاعر ما بيتكرر يلي هو محمد العبد الله. تقرير من تابعه سوا. أي موطن شد يا بيروت رجلي إلى ظهري، رماني عند رجليك أبيع الضحكة، أزني بالأغاني، ولماذا فيك يا بيروت حطمت صليبي ورميت الفأس والمنجلة، شاخت صرختي في العنفوان، لست أمي إنما أنت خياناتي لأمي وخضوعي للذي صادر أمي واشتراني. لملمي ثدياك، ثدياك زجاج وشفاهي سئمت من حلمة الكتشوك من رضع القنان. السلطة المطلقة على الكلمة وعلى قارئ الكلمة أعطيت لمحمد العبد الله، هو الساحر القادر بقصيدته على إدخال القارئ إلى أماكن لم يدخلها أحد من قبل. هو الشاعر الثائر يلي تمرد على كل القيود وأصبح رمز من رموز الشعر الحديث. صفقة صفقة يقوم بواجبه القلب، إنهم لا يفهمون، يسكنون التحول والوصول، بطيئا بطيئا يجيء رصاصهم، يؤدي تحيته للقلب. كم وددت ولو مرة واحدة أن أناخبك كأسين، كنت أضحكتك حتى البكاء من دون تعب أو عناء، وكأسين أيضا فأضحكك إلى أن تسيل من صوتك السماوي دموع الضحك، إلى أن يمتلئ الكأسان ضحكا ودمعا، عندئذ أناخبك ضحكتين دامعتين. إنه العاشق القاتل المستحيل، إنه العاشق القاتل المستحيل، يجيء رصاصه من القلب يأخذ منذ البداية. 1946 ببلدة الخيام الجنوبية ولد الشاعر يلي أصبح فيما بعد تاريخ من الثقافة والكتابة والشعر. محمد العبد الله الشاعر يلي حمل هموم ريفه وأتى إلى المدينة محمل بأحلام الحرية والديمقراطية، أمضى 40 سنة من النضال الفكري، إن كان بعمله بالعديد من أبرز الصحف والمجلات أو بمؤلفاته يلي تخطت 15 ديوان، كتب فيها القصيدة المغنات والنثرية وكذلك القصيدة العامية يلي غناها عدد من الفنانين كمرسال خليفي وأميمة الخليل. هيك كانوا يعملوا العشاء.
محمد العبد الله أكثر الشعراء تأثيراً، انحفرت قصائده وجمله وعباراته بالذاكرة الشعبية وبقيت عناوين كتبه حاضرة بقوة بعد رسائل الوحشة، جموع تكسير، حبيبة الدولة، تانجو وقصائد بيروت وغيرها من الدواوين. ذهب محمد العبد الله قبل أن نكتشف من أحب الآخر أكثر، المدينة أم شاعرة، محمد العبد الله القامي الشعري الفذ أم بيروت الشاهد على شاعر لن يتكرر. يا أرض اللي ترابك زهر، شقي صدرك ضوي أكتر، جاي ابنك واسع جرحه، حامل جسمه تيرتاح. يا أرض يا أرض يا أرض اللي ترابك زهر، وبجسمك المكتظ بالشهوات ألف منارة زرعوا، وبالنيون صاغوا اللافتات تقول في كل اللغات الأجنبية بيروت بنت الشمس فاتنة الزمان ومعبر التاريخ أم الأبجدية. بيروت يا بنت الحديد الصلب، يا بنك الدماء الأسيوية. أكثر من 40 سنة تقريباً اعتلى الشاعر محمد العبد الله منصة مهرجان الشعر السنوي بكلية التربية بالجامعة اللبنانية، وقتها قال قصيدته بيروت وحصد الجائزة بهديك السنة. صح. عن هالقصيدة، وما اكتفى بهالشي لأنه بالسنة اللي تلت حصد الجائزة أيضاً الأولى عن قصيدته مظاهرة. صح. للأسف فقدنا الشاعر محمد العبد الله. شو خسر لبنان؟ شو خسرت بيروت برحيله؟ محمد العبد الله بعتقد هو جزء أساسي من معنى بيروت، من روح المدينة اللي جاب معه الريف اللي حمله من الخيام، مثل ما جبنا نحن كمان كل واحد ضيعته وطفولته وبراءته ووضعها في هذه المدينة اللي كتب لها محمد العبد الله قصيدة بيروت بلحظة الارتطام الأولى بإسمنت المدينة، لما كانت المدينة بالنسبة لنا أبراج إسمنتية صماء وواجهات لماعة، وكنا مستلبين وكنا خايفين نخسر أمهاتنا وأسر طفولتنا. فالقصيدة اللي سمعناها مثلت فعلا خير تمثيل هذه اللحظة، لكن سرعان ما لفنا المدينة وصارت أم حقيقية، مش حلمة الكتشوك ولا رضع القنان اللي حكي عنه محمد، وكتكفير عن شعور بالذنب. كتب فيما بعد ديوان كامل بحب بيروت، قصائد جميلة مفعمة بالمودة. بس بكل الحالات اللي بدي أقوله أنه محمد العبد الله أجمل شيء فيه أنه قدر يألف بين شاعرية بالسلوك متأصلة فيه، فارس حقيقي مثل ما شفناه خاصة بالصور الأولى. بذكر لما كنا بكلية التربية، رغم أنه في سنوات فارقة بينه بس أنا دخلت مبكرا وهو متأخرا على الكلية، كان محمد شيء فعلا دون كيشوت حقيقي. هو كتب مسرع دون كيشوت بهذيك الفترة على زوربا، على كازانوفا، خليط عجيب. كيف؟ يعني بني جسدية متينة، حضور، كاريزما عالية، صوت شاعري، النظرة اللي بين الصقر والذئب اللي تقريبا وقعت بحباله معظم بنات كلية التربية في ذلك الزمن. كنا نغبطه ونحزده أحيانا. كنا شو؟ نغبطه، نغبطه. وما في حدا مننا معانا من دون جوانيت محمد العبد الله، ما في حدا مننا ما كان ياخذ من قدامكم. أنا بعترف أنه أكثر من مشروع حب أجهض لي يا محمد، كله هذا تحول فيما بعد إلى حب لمحمد نفسه. ليش؟ لأنه أنا وصلت على المدينة بكامل براءة الطفولية. محمد كان أكبر وأنضج، والمرأة تحتاج إلى صدر تبكي عليه، إلى سند، مش حدا يبكي عليها، نحن رايحين نبكي فهن وحاملين كربلة وجايين. هن ما كان بدهن هيك، بدهن حدا أكثر صلابة يعني، أكثر نضوج. أي متى شفته آخر مرة؟ شفته آخر مرة بتكريمه بدار الندوة. للأسف بينت كأنه حفلة تأبينية، لأنه وقتها كان تقريباً شفنا أصلاً بعد المشاهد من اللقاء يلي تم بدار الندوة، فقررنا كلنا سوا أنه نقرأ من شعره فقط. وبالمناسبة خليني أقول معلومة يعني يمكن كتار ما بيعرفوها،
انه لولاي كانت ضاعت قصيدة بيروت. محمد ما نشر قصيدة بيروت في ديوان ولا اعرف السبب. انت ايدتها يعني شو صار؟ انا حفظتها حفظها بالكامل وكنت اعطيها استظهار لطلابي. وفي ما بعرف اتصل فيي محمد وقال لي شوقي انا مضيع قصيدة بيروت اللي هي ويوم ولدت من رحم الحرير الصلب. قصيدة بيروت اللي هي اطلقته سوي. يلي هي اكيد خليته هي من اجمل قصائده فانا حافظها غيبا وكاملا. يعني دخلك قالك كان عارف بدي القصيدة حافظها غيبا. سالني اذا حافظها هو بيعرف انه انا حاكي قدامه قدام غيره انه انا هذه القصيدة حافظها بالكامل واعطيته اياها وقراها في هذه الامسي. وهي بعتبرها من الاشياء الثمينه هلا يمكن يلاقيها فيما بعد مع حدا بشي ارشيف ولكن بذكر انه اعطيته القصيده لاني حافظها. كان بتفرجي قديش حبك كبير كان لمحمد العبد الله. محمد شخص يعني عنده فتنه استثنائيه. هلا لما مرض كسرنا كلنا لانه اذا شخص مثلا مبتذل او مستهلك او صعلوك اذا وقع مش مهم وقعته بس قيمه الوقوع بيكون بحجم الارتفاع. محمد برج شاهق ولذلك مثل ما بيقول بإحدى القصائد بيقول لحبيبته بيقول إنه أنا ما بسقط ولكن إذا سقطت لا أسقط إلا كمدينة. نعم. نحن رح نكفي حديثنا معك استاذ شوقي من بعد هالبريك ومتابع. يا أرضي اللي ترابك زهر شقي صدرك ضوي أكتر شاي لما عزمتي على الانتحار. لك الثقب النفس. حلو. لم تفكري بي لما عزمتي على الانتحار ولما انتحرتي لم تعرفي أن انقصفت وردة من مزهرية قلبي. الآن ربما تعرفين كم كان لك من وروج في مزهريات القلوب ولكن لماذا فعلت مع أنك كنت تعرفين حتما كم كان لك من وروج في مزهريات القلوب. بس انه يخلص وقت الشعر بس حلو انه كمان يعني فيروز ودليدا هن فعلا يعني من ابرز النجوم. بريل الذي هو جاك بريل راح الله يسهل عليه بالسرطان. بس مع انه يعني في مرة جملة مع انه صديقي رشيد الضعيف الروائي المشهور والشاعر يعني بيقول عندما يذهب الفكر عكس نفسه يكون السرطان. وهذا الرجل بريل بحير كان فكره مش رايح عكس نفسه وأصيب بالسرطان. تقدير من الرب. بريل
صوتك الغجري، صوتك المشاعي يضرب في شرايين ذلك البار ويمتد من البار في شرايين المسافات السهول. صوتك المدني يهذب السرطان، يحرجه ويجرحه، يشعل في هدير مظاهراته قرع الطبول. صوتك الأممي يهندس إيقاع ما سوف يأتي في توالي الفصول. عندما أكرمتني في بار إيديت بياف صدفة بأغنية أذهلتني، هذه نيميكي توبا، عندما أكرمتني في بار إيديت بياف طبعا باريس صدفة بأغنية أذهلتني، لو تعرف كم كنت يومئذ وما زلت أبحث عن حادث عبقري يستفز عند الذهول. فيش عن إيديت بياف؟ يعني مقابلة تقريبا من 5 سنوات كانت معنا بأخبار صباح تحديدا بال2010. شو تعليقك يعني لسخرية القدر عم بيحكي عن السرطان وسبب رحيله؟ هو يقال انه الشعراء دائما فيهم شيء من النبوة، واذا ما اذا مش نبوة على الاقل في حدوث عظيمة، يعني كأنه عم بيحاول انه يبعد السرطان باتجاه الاخرين، ولكن داخليا يمكن في احساس ما انه هذا المرض صعب وقاتل. وانه وعلى كل حال محمد بدي اقول شغلي بهالمحل، محمد ما يدعي الموت ولا بلحظة انه انتصر على محمد العبد الله، لأنه أصلاً محمد ما ترك للموت ما يفعله، يعني ما خليله ولا قطرة واحدة من الحياة يتلذذ فيها، أنفق حياته بالكامل محمد. كيف يعني؟ صرف عيناه كلهم، يعني بريق العينين اللي بيكون عادة عند الشخص ده يشوف فيه كل مباهج الحياة، أنفقه محمد، صرفه بمعنى أنه بدلوا على الموت يتلذذ ما ترك بالحياة المقصود. ولا شيء له علاقة بالأذن ما سمعه محمد عبد الله، ولا شيء له علاقة بالذوق ما تذوقه من كؤوس ومن من 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 نساء رائعات ومن أطايب الطعام. لما كان يكتب بالحياة كان يكتب أكثر شيء عن زاوية بتفكريش شيف رمزي أو حدا تاني، ما بدنا نعمل دعاية لحدا، بس كل كتاباته كانت حول الأكل، الأكل بمعنى التلذذ في المنحة الإلهية الجميلة. يعني هالقد كان جريء، هالقد شعره أصلا كان وكتاباته خارج عن المألوف. يعني يمكن بنسمع شاعر عربي عم يكتب عن فيروز، بس حدا عم بيحكي عن داليدا، عن بريل، عن بياف، هيدا شيء نادر. هيدا بغض النظر كمان أنه كمان كتاباته أصلا المصطلحات، يعني أنت امبارح بكتاب بجريدة الحياة المقالة يلي نشرت قايل أنه كان يستعمل لهجة أو لغة المعجم مع لغة الشارع. بالضبط. وكنا نتقبلهم، كنا نسمع شعره ونتقبل كل شيء عنده له علاقة بالطبخ، بس بالمعنى طبعا العميق للكلمة. المهم تطلع الطبخة طيبة. ما كان محمد يهتم شو العناصر اللي تنحط بالقصيدة، فعلا كان يستعمل كلمات أجنبية محكية فصحى، مش بس هيك، كان يستعمل مصطلحات جريئة وجريئة كثير. لبطني أحد يعني مثلا، لبطني ما بنسمعها عادة بالشعر. لا تقل أهل الوردة الذابلة بل تقدم اسقها يا حمار يا حمار، إيه بالمشان الإيقاع. المهم هالشي عمله نزر أباني قبل، بس راح فيه محمد عبد الله أبعد بالجرأة، لأنه بالجرأة. لو الفرق أباني ضلوا بالغزل الفرق لا، عم بحكي أنا استخدام اللغة، إطلاقة من المعجم. الفرق، وهون بدنا نفوت على علم اجتماع الشعر او علم نفس الشعر، انه نزار قباني ارستقراطي دمشقي، وعاده الارستقراطية الدمشقيه بتتأبى من استخدام بعض الكلمات النافره. بالوقت اللي محمد عبد الله اللي جاي من الخيام الريفي، فجاي بكل وحل القرى، بكل عفش الطفشه كما يقال وعفويتها. فما كان يتورع، كان اجرأنا بهذا المحل، اجرأنا في اقتحام الحياه. وعشان هيك انا قلت انه اصلا محمد عبد الله انتهى بدون ما يقرر الموت انه ينهيه. كل شيء عمله بحياته ما ترك شيء ما عمله، يعني ما قدر الموت ياخده قبل ما يكون تلذذ محمد عبد الله بالحياه، ما حصل منه على شيء. يعني اليوم في مقاله لفتتني بصحيفه انه اخر شيء طلبه انه علبه سجائر، بده سيجاره اخر شيء طلبه. يعني لهالدرجه كان عم بيلعب مع الموت ومش خايف، مش انه انا لازم مثلا وقف تدخين
لبركة بعد عيش أكثر. لا، عم بيتحدى الموت وعم بيخوف الموت بهالطريقة. وهو من المفارقات إنه بدأ حياته بالوقت اللي ما حدا مننا كان قاري سيرفانتس ومسرح ودون كيشوت. بدأ حياته بقصيدة جميلة مع قصيدة بيروت اسمها مسرح دون كيشوت، واللي هو اصلا رمز لدون كيشوت. مثل كل عربي عم بيحارب طواحين الهواء، عربي مثقف يعني ومنفصل عن الجسم السلطوي. ف والطريف انه اشرت لقصيدته مظاهره، واللي ايضا من 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 اشعاره الجميله لما شاف حبيبته واقعه تحت احذيه السلطه بالمظاهرات، الشرطه يعني بالمظاهرات، فبقول له وجسمك تحت حذاء البوليس بدا قابلا للعباده مثل المسيح. نعم، نحن رح نتابع، ومعنا هلا اتصال مع الشاعر عصام عبد الله. صباح الخير، ونحن نتقدم منك بالتعازي لرحيل الشاعر الكبير محمد عبد الله. نحن مثل ما بنعرف انه محمد عبد الله كان ملهم لكثير من الشعراء من خلال كسر القواعد المتعارف عليها بالشعر. كونك شاعر، قديش انت متاثر بكتابات واسلوب محمد عبد الله؟ الو استاذ عصام، استاذ عصام الظاهر في مشكله تقنيه، يمكن ما عم بيوصل الصوت. نحن رح استاذ عصام. ايوه نعم، صباح الخير، ونحن بنتقدم منك بالتعازي برحيل الشاعر الكبير محمد عبد الله. كنت عم بسألك استاذ عصام انه محمد عبد الله كان ملهم لكثير من الشعراء من خلال كسر القواعد المتعارف عليها بالشعر. حضرتك قديش كنت متاثر بكتابات واسلوبه؟ هو الارجح ما كسر القواعد بالشعر، خلينا نصحح على المفهوم. هو اشتغل في كل ملاعب اللسان العربي بمعنى الكتابي، يعني اشتغل على القصيده، واشتغل على القطعه النثريه، واشتغل على السياسي حبيبه الدوله، واشتغل على المحكيه، واشتغل على الاغنيه، واشتغل على المسرحيه، بس ضمن قيود الانواع اللي متعارف عليها ادبيا. نعم، يعني ما كسر بالمعنى، ما بعرف شو بتقصدي بكلمه كسر، بس كان احيانا يلعب بالقواعد، يلعب كونه هو كلاعب بالاساس، كلاعب بالحياه، وكلاعب بالمصير، وكلاعب باللغه، وكلاعب بجسده، وكلاعب بالمال. نعم، محمد كان يلعب. يعني صعب علي يقول الله يرحمه هلا لمحمد، بس الله يرحمه ألف مرة، بس إنه كان شخص هيك بيدعس على الزيح. هو كسر حكته. نعم، هو كسر. نعم، بمعنى عم بقول إنه كسر بمعنى إنه قدم مادة جديدة، مادة شعرية جديدة ما كانت يعني. لا، هذا التجديد، هذا شيء بنسميه التجديد بالكتابة العربية. نعم، لأنه ما في قواعد تكون دائما محافظة وعتيقة وتكرر الماضي. الأرجح أنه محمد بهالمعنى كان هيك مفاجئ، مدهش، صباح. إذا بدك مغير. لما كتب كتابه حبيبة الدولة ارتعدت فرائس المدينة وحبوا الناس، وصار اسمه على كل شفا ولسان، لأن فعلا كنا بحاجة، نحن وعم نفكفك دولتنا بحاجة لنعاود نركبها. نعم، شو أكثر قصيدة بتحبها بقلم محمد عبد الله أو بترددها؟ شو أكثر قصيدة بتحبها بتفضلها على باقي القصايد بقلم محمد عبد الله؟ والله في شغلات كثير كثير كثير، كوني أنا متابعه مظبوط، بعدني أنا بحن، يمكن الأستاذ شوقي بيوافقني، قصيدة بيروت اللي كانت باكورة ربما انفجاره بالمدينة لمحمد وحضوره المدوي فيها، كانت قصيدة بيروت. نعم، اللي هي من يعني وقتها، مش عم نحاكمها إلا حتى لو حكمناها الآن، هي قصيدة جميلة جدا، بس تصوري إنه عم نحاكمها من 40 أو 50 سنة. مزبوط. شو كان صار يعني، قديش كانت هي عم ترش الباب بقوة وعم تحكي هيك بفجاجة ووعورة عن المدينة اللي أخذتنا على البطون المسلح.
نحن أولاد البراري. نعم. بكل الأحوال نشكر مداخلتك من عزيك مرة ثانية أستاذ عصام العبد الله برحيل الشاعر محمد العبد الله، على أمل أنه بمطرح ما بزوايا الشعر نلاقي عن جد دايما مكان لقله بذاكرتنا. كتير كتبوا عن بيروت، حتى هو كتب كتير عن بيروت، ليش هيدي القصيدة تحديدا بتضل علقة بذاكرتنا ودايما لما بدنا نذكر محمد العبد الله بنذكر بيروت؟ لأنه أسمحي لي أولا كمان عزي لصديقي عصام، وعصام كتب قصيدة جميلة عن بيروت بالمحكية، وعبارته الشهيرة أنه ما في مدينة اسمها بيروت، بيروت عنقود الضيع، عنقود الضيع، مجموعة الضيع مجمعين، وهي كتبها بالحرب طبعا لما انفرت العنقود. والشيء اللافت فعلا، وهون اسمحي لي يعني ولو مش من منطلق عائلي، بس أنا لأنه بتربطني بالخيام وبشعراء بيت العبد الله علاقة مميزة، كمان أقول أنه حسن عبد الله أيضا كتب قصيدة جميلة اللي هي من أين أدخل في الوطن ودخلت في بيروت من بوابة النار الوحيدة اللي غنيها مرسال خليفة. شو هالعلاقة الخاصة الاستثنائية بين الخيام وبيروت؟ إيه فعلا شيء، أو شعراء الخيام، شيء مميز. هلا بالنسبة لقصيدة محمد، مثل ما قلت بمقدمة الحديث، قصيدة مفصلية لأنه صابت تماما لحظة صادقة وحقيقية، لحظة الارتطام الأول لأهالي الريف، شعراء الريف بالمدينة، رغم أنه هي كانت تقريبا من أولى القصائد يلي كتبها، مبكرة جدا واستباقية قبله، يعني كان بعد ليس مخضرم بالشعر ولا مخضرم ببيروت ولا تآلف معه ولا، بس كان عنده وعي. محمد عامل فلسفة اختصاصه، وكان عنده وعي سياسي ووعي فكري، هو كان أصلا مربي، كان مدرس، وخلينا نقول لجنة التحكيم بوقتها هن كانت مؤلفة من الشاعر أدونيس، من الشاعر راح أنسي الحاج، يعني هو الشعرة هن يلي عطوا. بس قبل محمد العبد الله في ديوان شعر لأحمد عبد المعطي حجاز الشاعر المصري اسمه مدينة بلا قلب، كان هو مرجعية أساسية للشعر، اللي شعر ارتطام بالمدينة، اللي هو ارتطام رومانسي طبعا، لأنه فيما بعد لما استوعبنا المدينة وصرنا جزء منها ومن حركتها، يعني نحن أول ما جينا على بيروت كنا بس نمشي بشعر الحمراء لنقول لأهلنا أنه نحن مرقنا بالحمراء، وهي لقطة محمود درويش لما قال كأننا أسلافنا نأتي إلى بيروت كي نأتي إلى بيروت، بس لنقول أنه كنا ببيروت، جينا نحن، أنه جينا مرقنا يعني ببيروت، مش حيالله مدينة. خليني أرجع شوي بالكلام عن محمد العبد الله بين حديثه الجريء والشيء الجديد يلي قدمه بالكلام الشعري، بنفس الوقت هو حدا كتير حنون وعاطفي وغزلي بمكان آخر، كيف بتفسر هالتناقض بشعره؟ هيدا الشيء اللي قلته بالمقدمة، بالمناسبة مقدمة جميلة كانت، يعني يمكن فاتني أنه يعني أشكركم، أشكر صديقتي منى عليها، لأنه محمد مثل أي بطلة تراجيدي هو مجموعة مفارقات، دائما بالبطولة التراجيدية هي شخص منفصل مقسوم على نفسه بين خيارات متعددة، وشخص قصوى وبروع على نهاية الأشياء، فبيكون بمنتهى القسوة، بمنتهى اللين، بمنتهى العذوبة، بمنتهى الصلابة، متطرف بين الملاك والشيطان، الشيء اللي نقال عن أنس الحج أنه الملاك الملعون. ففي شيء عند كل شاعر كبير من هذه المفارقات، ومحمد كان بجسدها تماما، لأنه هو الشعر أصلا هو تطرف باللغة. واسمحي لي هون بس بالنسبة للسؤال اللي قال لك عنه صديقنا عصام، أنه لا كسر محمد، يعني أنا ما كنت بدي فوت دغري بمناظرة، ولكن بعرف هو شو قاصد، أنه ما كسر، ما في حدا بيكسر بالمطلق، ولكن محمد مش بس كسر قصة أنه إدخال كل ما هو من لغة اليوم والحياة والشارع إلى الشعر، كلمات أجنبية يمكن في غيره عمل شيء منها، ولكن من أيام ابن الرومي ما حدا تجرأ على أنه يكتب عن الأطعمة مثل ما حكينا، وعن كل الأشياء البسيطة، عن الحلويات، عن الطبخ، عن غيره، مثل ما عمل محمد العبد الله بشعره. وبعدين لا أكثر من هيك، أيضا كسر في الإيقاع وفي الوزن، وكنا نقول له دائما، وقال له مرة أدونيس بحضورنا أنه محمد أنت عم تكسر بالوزن، فما بيجوز يا اكتب قصيدة نثر يا اكتب قصيدة موزونة، لا مش كسر الوزن إلا إذا اختار قصيدة النثر، بس أنه يختار مثلا شعر موزون ويكسر. شو كان جوابه محمد؟ أنه هو ما عنده وقت ليهندس اللغة ولا ليحولها إلى تقنية، هيدا شعر كمان كان يقول، يعني هالأدعفة ومثل ما بتطلع مثل ما بتنزل عليه تماما، ما إله انه كأنه هو الوسيط، هو يعني الوسيط بين الخالق او بين شيطان الشعر وبين الوحي،
وبين الورقة البيضاء. عنده أعمال، عنده أعمال مش منشورة، يعني هيك شخص يمكن بحيال حالة بيكون قاعد ممكن يخطر عباله أو ممكن يكون عنده وحي بيكتب كلام، بتعرفوا شيء إذا في بعض؟ بدنا نسأل، نحن هلأ في مهمة دفن محمد العبدالله ونحن رايحين بعد شوية على الخيام لنشارك على القليلة، بس أنه نرجع محمد العبدالله على مسقط رأسه، على مسقط قصيدته، على ينابيع الأولى لكتابته، وأكيد رح نلتقى بأهله بكل الناس اللي حواليه لنشوف إذا في مخطوطات أو شيء، لأنه هو كان غزير الإنتاج. أصلا في مقالة اليوم كتير مؤثرة لبنته ديما العبدالله بصحيفة المستقبل عم تحكي فيها عن وداع والده. هو أصلا تأثر كتير بغيابه عن عائلته، تعرفوا أنه كان عائلته بباريس وهو ببيروت، وهيدي أدمت قلبه وخلته يمكن كمان يضاعف يعوض باللغة عن الاشياء اللي فائده. نعم، معنا على الخط استاذ هنري زغيب يلي ايضا من صبحك بالخير استاذ هنري ومنعزيك برحيل محمد العبد الله. اهلا، يسعد صباحك. انا بدي تفضل. بدي اعزي الشعر بلبنان اليوم بصديقي محمد، وبدي هني هالشباب الطيبين شوقي وعصام يلي ابدوا نبلن بالكلام عن رفيقهم وصديقنا محمد. وقرات اليوم كمان كلمه بول شيول عنه، حلو هالنبل بوداع الشعراء، ومثل ما قال صديقي شوقي الشعراء دايما فيهم شيء من النبوة والحدس. تحية لشوقي وتحية لعصام يلي أكبرت فيهم اليوم نبل وداع صديقنا محمد، وإن شاء الله دايما الشعر بضل بخير بلبنان. نعم. شكرا أستاذ هنري وشكرا لهالمداخلة، ونحن رح نتوقف مع بريك ونرجع من بعده ونتابع حديثنا أكيد معك شوي وراجعين. ما انك شايف واضح، مش واضح علي اني شخص مدمر يعني؟ لا ولا شوي. لا فعلا ولا شوي. يمكن بغير حالات معقول، بس هلا لا، القصائد اللي سمعناهم كثير منيح. الحمد لله. ماشي الحال. لا بنحكي نحن بالمعنى الرمزي يعني. نعم.
الدمار النفسي، انه بتعرف شو صار معنا هون، حروب اهليه وحروب طائفيه وحروب مذهبيه، خاصه انه الشعر بيكون يمكن حساس اكثر من بقيه الناس. يعني اذا بتريدي صندوق السياره، لما كان في سيارات وانا اقتنيت كثير من السيارات، هلا ما بيلايمني انا لا سوق، عدا عن القصه الماديه، جزء اساسي من حياتنا الاغراض بصندوق السياره. هذا الدمار من منطقة لمنطقة، ومن الجنوب للشمال، ومن الشمال للبقاع، ومن البقاع على بيروت، ومن بيروت على قبرص، ومن قبرص على باريس، ومن باريس لمطرح ما بدك. يعني هذا هو الدمار اللي بقصده أنا. واشتغلت كتير بالصحافة أيضا، ليش تركت، ليش بعدت عن الصحافة؟ لأني اشتغلت كتير للراحة يعني. عم تحكي مع شخص عمره 64 سنة، الصحافة لا تنتهي، في ناس أكبر مني عم يشتغلوا بالصحافة. هالسؤال يعني سؤلته أنا عدة مرات وأجبت عليه، تعفيني بس من الإجابة مرة أخرى. هلأ كله طالع على دورنا يعني، لا بدنا نسمع قصيدة عن بيروت ولا بدنا نجيب. لا حبيب، لا عطيني الكتاب بقرأ لك عن بيروت. طب يلا بنحكي قصيدة هلأ، شوف إيش قصيدة. قصيدة ديانا، الليدي ديانا. الليدي إيه؟ ما ترك حدا، حتى الليدي ديانا ما ترك حدا ما كتب عنه. كنت تاخذ برايه بالقصايد، ياخذ برايك، تسمعوا بعض اللي بتكتبوه؟ شوفي نحن بالفتره الاخيره بعدنا عن بعض، مش انا بس، محمد انفصل، فصل عن الواقع، صار في مأساة بشخصيته، مدمر مثل ما مدمر، كان له عالمه الخاص الداخلي، وبعد وكان يطلع على المدينه طلات هيك متباعده وينسحب الى وكره، ولذلك يعني هو بيشبه كثير شو اسمه روايه الياس الديري عوده الذئب الى العرتوق، ذئب متوحد. ولكن المرحله اللي عشناها سوا كانت مرحله ذهبيه باعمارنا كلنا، السبعينات والثمانينات، فعلا كان محمد ظهير وسند ومرجع حقيقي بكل شيء. انا لازم اقول وقلت بمقاله الحياه، على كل حال انا جيت على المدينه بكامل ريفيتي بكامل براءة الريف، كنت أكتب قصيدة موزونة مقفات، وحب الزعيم السياسي اللي كان حاكم الجنوب بيومها وإلى آخره، وألبس عطول ربطة عنق باستمرار، يعني شخص ممتثل. ما كنت هيك تكسر القواعد. محمد اللي أخذ بإيدي وفوتني على المدينة، محمد العبد الله. خبرني عنه، بلشت. خبرني عنكم بوقتها. كنا عايشين حياة حافلة، مقبلين على الحياة بقوة 15 حصان، مش بيقولوا على بيقيسوا السيارات بالأحصنة، كانت البشر يقاسوا بالأحصنة في ذلك الزمان، لما كانت بيروت بعزة، لما كانت مدينة للحياة مثل الشعار اللي انرفع، وعلى كل حال إن شاء الله بتضل يعني، وللفرح وطالعين من 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 جو مجلة شعر والآداب والاحتفالية الثقافية كلها سوا. فكنا عاملين كافيتيريا كلية التربية، هي المختبر لتوليد المنصة الفعلية لتوليد قصائد جديدة وكلام جديد ولغة جديدة وشكل تعامل جديد مع النساء، وكانت عدة النصب لإغواء النساء، مش الشقة ولا السيارة، كانت الكلام الجميل بالضبط. لما كان النسوان كيف عم تصغي أنت هلأ، يصغوا إلى الشعر، ومباشرة الشعر يدخل مش حاذنهم، بس تتفتح كل مسامن هنو عم يسمعوا القصيدة. هلا بتقولي لمرأة جميلة قصيدة، بتقول لك انه الله يبعث لك، بتفكر انه جاي يشحد الواحد مثلا، يعني ما بدي اكون مأساوي. انا على كل حال اكثر تفاؤلا من محمد، ومشتغل على حياتي اني اصمد اكثر. بعد سريعا، الحياة منصفة؟ لا طبعا معه؟ لا مثل كل الكبار ما انصفتهم الحياة، مع انه انا مرة قلت انه الحياة لازم تكون مثل سيفن اب شعارها تحبها تحبك، مش هيك شعارها كان، هذا اعلان تاني. ولكن للاسف الحياه احيانا فيها شيء انثوي، لانه في بعض النساء اذا الواحد لحقهم بينصرفوا عنه، واذا هو قمعهم بيلحقوه. احيانا الحياه هيك لازم نقمعها. محمد قد ما عشق الحياه دارت له ظهره، بس بكل الحالات هو كان كمان كانه شبعت منه قبل ما يشبع منها، يعني يمكن 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 ما ناسبه انه هالقد يكون متطلب. الكلام بطول استاذ شوقي، واصلا بدنا نرجع نستضيفك مره اخرى تنحكي كمان عن اصدارك. الى اين
تأخذني أيها الشاعر. تأخذني أيها الشاعر. وأنا كتبت بالسفير أنه يمكن صرخة صديقنا الأستاذ وليد جنبلاط إلى أين أثرت فيه. هلأ هو إلى أين بالسياسي؟ أنا قلت له للشاعر لوين ما أخذنا. نعم. بس بدنا نحكي عن اليوم مراسم جنازة الشاعر محمد العبد الله. نعم. حكون ببلدته بالخيام في الساعة واحدة. الساعة واحدة. الساعة واحدة الدفن يعني. لا اليوم بس في دفن وبعدين يعني حتى ما عرفنا بعد ذكرى الحفل التأبيني أو حفل الأسبوع لحتى نشوف أهله. نعم. بس بطبيعة الحال رح يكون في أكثر من حفل تكريمي لمحمد. يعني محمد يليق في حفل على مستوى البلد. كان رح بليق في أكثر لو كان بعده معنا بطبيعة عايش. الحال. نعم. للأسف. شكرا لك أستاذ شوقي بزيع. شكرا لحضورك معنا. منرجع من عزيك من عز لبنان من عز العالم العربي كله من عز الشعر برحيل محمد العبدالله والله يرحمه.